السلام عليكم. جالاكسي اس 23 الترا في تسريب مثير حول قوة الكاميرا ومميزات فريدة وخرافية من نوعها. تسريب مثير لعشاق التصوير في سلسلة الجالاكسي اس 23. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك فضلا منكم، وليس امرا، بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل او توت او اول وتابع الفيديو حتى النهاية. وألف مبروك لنا كمغاربة للتأهل لنصف نهائي كأس العالم قطر. الحمد لله وفرحة كبيرة وهنيئا للأمة العربية والإسلامية ولإفريقيا وللعالم بأكمله العربي. تابع الفيديو حتى النهاية. تتواصل الشائعات والتسريبات حول سلسلة هواتف جالاكسي اس 23، حيث أفادت التقارير الجديدة أن السلسلة القادمة سوف توفر للمستخدمين ميزة تتعلق بتصوير مقاطع الفيديو بدقة عالية وخرافية. تسريبات جالاكسي اس 23، رغم أن أداء الكاميرا في هواتف جالاكسي اس 23 الترا كان مثاليا، إلا أن سامسونج ستعود مرة أخرى لتحسين أداء الكاميرا في جالاكسي اس 23 الترا. أحدث التسريبات تؤكد أن سامسونج تعمل على تحسين تصوير مقاطع الفيديو بدقة 8K، حيث ستصبح في السلسلة الجديدة بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما كانت في سلسلة الجالاكسي اس 22 بمعدل 24 إطارا في الثانية فقط. وأكد هذه المعلومات المسرب الشهير آيس يونيفيرس عبر تويتر، حيث أكد أن سلسلة الجالاكسي اس 23 سوف توفر ميزة تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارا في الثانية. وعلى الرغم من أن 6 إطارات في الثانية لا تبدو شيئا كبيرا، إلا أن هذا يعتبر خبرا رائعا لعشاق تصوير الفيديو المحترفين. دعونا نؤكد، الحصول على مقاطع فيديو بدقة 8K بسرعة 24 إطار في الثانية ليس بالأمر الهين، وعندما ظهرت هذه الميزة لأول مرة أذهلت العالم بمدى سرعة تقدم التكنولوجيا في كاميرا الهواتف الذكية. ونظرا للحجم الكبير لمقاطع الفيديو في سلسلة الاس 23، من المؤكد أن سامسونج سوف توفر سعات تخزينية أكبر في الهواتف، من أهمها 1 تيرابايت أو 1000 جيجا بايت. هل تهتم بدقة تصوير الفيديو في هاتفك؟ وما رأيك في هذا الخبر المذهل من المسرب آيس يونيفيرس؟ فهو خبر مؤكد وخبر حصري على قناتكم كانسي ساد. شاركونا آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.